شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه، مباراه المرتبط تحت 18 سنه، نادي الاهلي ونادي الزمالك بالفوز، الفوز الكبير 72-56، والجوله الاولى من اربع جولات في دور الثمانيه لدوري المرتبط رجال. زي ما حضراتكم عارفين بنلعب مباراتين ذهابا وايابا، المباراه الاولى في صاله النادي الاهلي محمد حسن حلمي بالنادي الزمالك. مباراه المرتبط انتهت منذ قليل، الف مبروك، اكيد فوز مهم وخطوه مهمه، وبعد نصف ساعه من الان هتنطلق مباراه الكبار ان شاء الله كل التوفيق عشان تبقى خطوتين الى دور الاربعه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي الاستوديو التحليلي اكيد بنرحب بضيوفنا. قبل ما نرحب بضيوفنا في الاستوديو بنتمنى كل الشفاء والدعاء لمعالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، واللي ما زال طبعا بيتلقى العلاج، نتمنى ليه كل الشفاء. اكيد كان بيبقى اول واحد في هذه المباريات، يعني مش عايز اقول ان المباريات ملهاش طعم، يعني بوجوده الحقيقه كان دايما بيبقى موجود ودايما بيآزر كل الفرق الالعاب الاخرى. نتمنى له كل الشفاء، مش احنا بس الملايين بتدعي ليه، تدعوا ليه ان شاء الله تتحسن حالته ويرجع تاني ينور النادي الاهلي. في البدايه برحب بضيوفي الكابتن محمد سلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر واللي منورني في الاستوديو. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن هيثم، فرصه سعيده وجودنا معاك ومع الكابتن هاني. برحب بضيفي طبعا الكابتن الكبير كابتن هاني عبد المنعم نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بيك يا كابتن هاني. مرحب بيك كابتن هيثم، ومرحب طبعا بكابتننا كابتن محمد سيد سليمان السلعاوي نجم نجوم جيلنا. طبعا طبعا كابتن سلعاوي وكابتن هاني الاثنين سناتر مصر واحسن فوت وورك الحقيقه الواحد شافه يعني في حياته، يمكن كان لعبكم متشابه كتير قوي مع بعض ومنورني بامانه وكابتن الكبير. سلعاوي قمه من قمم الباسكتبول المصري، يعني من الناس اللي اثرت الملاعب و ساب اثر كبير، يعني من الناس اللي كل الناس اتعلمت منه. اكيد اكيد كابتن سلعاوي لسه بيعلم اجيال واجيال. كابتن سلعاوي سريعا هنتكلم عن مباراه المرتبط، الحمد لله كانت يعني فرق كبير قارب ال 20 نقطه، كان الماتش مأزم الشوط الثالث لغايه الثالث كان مأزم، بس حضرتك كان عندك ثقه كبيره ان احنا هنفوز، ثقه في امكانيات ولادنا، الاعداد، التدريب، يعني كلمنا عن مباراه المرتبط. طبعا احنا عايزين نبارك المرتبط طبعا، مع ان النهارده ما لعبوش بمستواهم خالص، هم احسن بكده بكتير، واعتقد ان انا متابع يعني التدريبات، محمد اشرف عامل معاهم مجهود كبير، فرقه كويسه، فرقه مكتمله، افضل من كده، لكن اعتقد خضت الماتش وعلى ارض الزمالك وكده اللي هي اللي كانت في اول، لكن ده هو الفرق اللي خلص بين المباراه، هو الفرق الطبيعي ما بين الاثنين، واعتقد انه ممكن يكون اكتر هيبقى في المباراه الثانيه اللي هتبقى على ارض النادي الاهلي يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله فرقه كويسه، فرقه مكتمله، فيها عناصر جيده جدا جدا، معظمهم منتخب مصر. اشكرك كابتن سلعاوي وكابتن هاني. يعني نتكلم عن مباراه المرتبط قبل ما نروح للكبار، حضرتك كنت شايف ان المباراه ماشيه، يعني يمكن كان عندك ثقه ان هنكسب، كنت حاسب بالفرق، يعني كلمنا عن المباراه. هو فرق افراد، فرق يعني فرق عناصر موجوده جوه الملعب، عناصر النادي الاهلي افضل بكتير من عناصر نادي الزمالك اللي موجوده، الزمالك عنده البوينت جارد بتاعه بس اللي عنده ملكات بيعرف يتحرك بالكره شويه، الباقي بيلعبوا شويه لعب ارتجالي. النادي الاهلي عنده سناتر، عنده ابن عصام عمر لعيب كويس، عنده اكتر من اللي عنده محمد طارق خيري لعيبه كويسين، بيبقوا شايفين الملعب، بيشوفوا بعض في اماكنهم، بيطلعوا باصات كويسه، بياخدوا فرصهم. في الاول كانوا شويه يعني ما كانوش في الفورمه بتاعتهم، لان كانوا بيلعبوا برضه يعني صاله نادي الزمالك بالنسبه لهم صاله جديده دلوقتي في الظروف اللي موجوده، برضه شويه خضه ملعب، بس تمالكوا نفسيهم ورجعوا للجيم، هم مفترض ان هم اقوى فرقه موجوده في مصر يعني. صحيح، فريق هو الجيل ده كهو كنادي اهلي المفروض يكون مسيطر على هذه المباريات، ده اللي بيميز قطاع الناشئين في النادي الاهلي بشكل عام، في اي مرحله سنيه في قطاع الناشئين بيبقى عندنا تميز كنادي اهلي، بنقدر نفرز عناصر متميزه، عندهم باسكت يعني متعلمين فاندمنتلز كويس، بيحاولوا يأدوا في الملعب بطريقه محترمه يعني. اشكرك كابتن هاني. خلينا نروح لصاله محمد حسن حلمي بمقر نادي الزمالك في 100 عقبه ومراسلنا محمد توفيق عشان لنا اجواء ما قبل المباراه، اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام كابتن محمد السلعاوي والكابتن هاني عبد المنعم وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات العاب الصالات، والمره دي زي ما قلت لحضرتك من صاله نادي الزمالك هنا من 100 عقبه. يمكن منذ لحظات قليله انتهت مباراه مرتبط 18 سنه الحمد لله كانت بالفوز لصالح النادي الاهلي واداء اكثر من رائع، يمكن زي ما الكباتن الكبار اتكلموا في الاستوديو
كان في شويه بس لخبطه كده وخبطه في الاول، ولكن طبعا الكفاءه اثبتت قدراتها في الاخر، والحمد لله قدر ناشئ النادي الاهلي يحسم المباراه لصالحهم، وان شاء الله تكون خطوه من اربع يعني خطوه من اربعه وفضل ثلاثه ان شاء الله كمان الفريق الاول باذن الله رب العالمين يؤكد جدارته النهارده بعد الفوز في مباراه السوبر الاخيره امام نادي الزمالك وحصوله على البطوله بالبحرين، ان شاء الله يؤكد جدارته النهارده كمان داخل صاله نادي الزمالك، تبقى خطوه كبيره جدا نحو صعود باذن الله رب العالمين لدور الاربعه. طبعا المباراه النهارده بتقام في دور الثمانيه من بطوله الدوري المرتبط رجالي. يمكن الاجواء هنا كابتن هيثم داخل صاله نادي الزمالك اكثر من رائعه، اكثر ما يميزها طبعا هي الروح الرياضيه الموجوده ما بين الفريقين سواء على مستوى الناشئين او كمان الفريق الاول، يمكن الجميع هنا يعني اتفق على حاجه واحده بس، الروح الرياضيه ما بين الناديين الكبيرين ان شاء الله تستمر الى نهايه مباراه اليوم باذن الله رب العالمين، وكمان نشوف كعاده النادي الاهلي واستضافته النادي الزمالك باذن الله الجمعه المقبله في النادي الاهلي بالجزيره. يمكن فريق النادي الاهلي كابتن هيثم استعد لهذه المباراه بشكل مباشر على طول عقب مباراه القناه يوم الجمعه الماضي، يمكن مستر اوجوستي على طول في المحاضره اللي بعد المباراه اتكلم مع اللاعبين عن طيب يعني بصفحه نادي القناه والاستعداد بشكل مبكر على طول للزمالك، كان فيهم واحد بس راحه يوم السبت ومن بعدها على طول حد واثنين، كانت تدريبات قويه جدا لجميع اللاعبين، ان شاء الله نشوف مردود التدريبات ومردود خطه الكوتش اوجوستي النهارده على ارض صاله نادي الزمالك، باذن الله النادي الاهلي يكون موفق وباذن الله يؤكد جدارته ويفوز بثاني مباراه هذا الموسم بعد الفوز في مباراه السوبر زي ما قلنا بالطبع. وكمان يمكن الكابتن هيثم على مستوى العاب الصالات كلها دي المباراه الثالثه، يمكن الحمد لله فريق الباسكت فاز بطوله السوبر، فريق كمان اليد سيدات النادي الاهلي تفوق على فريق نادي الزمالك منذ يومين على نفس الصاله هنا، ان شاء الله كمان فريق الرجال يؤكد جدارته النهارده ويكون الفوز حليفنا، ان شاء الله تكون خطوه كبيره جدا نحو الصعود باذن الله لدور الاربعه، كل التوفيق للنادي الاهلي ويبقى دائما النادي الاهلي في المتقدمه ويبقى دائما رقم واحد. كان ليك كابتن هيثم اتفضل. اشكرك محمد، يعني شكرا جزيلا، غطيت بشكل جيد اجواء المباراه، وخليني اكد على حاجه يمكن زميلي العزيز محمد توفيق قالها وهو الروح الرياضيه اللي ظاهره طبعا حتى في مباراه المرتبط وايضا مباراه الكبار والاحترام المتبادل ما بين الناديين، وده اكيد حاجه تسعدنا كلنا اكيد، يعني هي دي الاجواء الصحيه للرياضه اللي بيها اكيد الرياضه المصريه تكون افضل. خليني كمان اقول لحضراتكم انه النادي الاهلي دي دور الثمانيه، يعني دايما المباريات الكبيره بتبقى في دور الاربعه، ولكن نتيجه القرعه ونتيجه المباريات ونتائجها السابقه تقابل او تقابل الاهلي والزمالك في دور الثمانيه على غير العاده، كانت دايما بتبقى المباريات دي بتروح في قبل النهائي، ولكن انت عايز تكسب البطوله فلازم تروح تقابل اي فريق في اي دور ولازم تفوز على الفرق الكبيره. كابتن سلعاوي مباراه النهارده اكيد نروح ليها بقى، مباراه الكبار مباراه مهمه اكيد، مباراه القمه ملهاش حسابات اكيد، مباراه القمه شفنا مباراه السوبر، احنا كنا لسه راجعين من بطوله عالم وراجعين بطوله عربيه بالدوحه، ومع ذلك المباراه كانت كلوز جيم جدا وقدر النادي الاهلي يحسمها في الاخر، يعني القصد اقوله انه مباراه القمه دائما ابدا ليها حسابات اخرى. رايك يا كابتن؟ انا رايي ان هي مباراه صعبه للفريقين، مش لفرقه واحده، النتيجه لاسباب، الاسباب هي وجود على راس الجهازين اثنين مدربين من اكفأ المدربين اللي موجودين في مصر. النادي الاهلي معاه اوجستي بوش مدرب له خبرات وكسب 5 بطولات السنه اللي فاتت، احمد مرعي من افضل المدربين اللي في مصر وبرضه ليه انجازات ومن اكتر المدربين اللي كسبوا الدوري، فالمباراه دي صعب التكهن بنتيجتها، صعوبتها انها بتقام على ارض على ملعب نادي الزمالك، لك الاهلي خساره سبورتنج ودته لمقابله الزمالك في دور الثمانيه، وزي ما انت قلت فعلا ان كان الاهلي والزمالك ما بيلعبوش مباريات قويه الا في دور الاربعه، لكن القرعه هي اللي ودتهم لدور ان يلعبوا في دور الثمانيه، لان اللي كسبان هيلعب مع الاتحاد غالبا في دور الاربعه، يعني اللي كسبان من الاهلي والزمالك هيلعب مع الاتحاد في دور الاربعه. المفروض الاهلي افضل، صفوفه مكتمله، ما عندوش غيابات، ما فيش اصابات الا لعيب واحد عزب. نادي الزمالك برضو نقدر نقول ان هو فريق من الفرق اللي انا متوقع السنه دي هيكون احسن افضل من السنه اللي فاتت في الترتيب بتاعه. اشكرك كابتن سلعاوي، وخلينا اوضح لحضراتكم ان الاتحاد والجزيره بيلعبوا النهارده وهيبقى مباراتهم الاولى في تمام الساعه 8:00، وزي ما وضح كابتن الكبير كابتن سلعاوي انه
اللي هيفوز من مباريتي الذهاب والعوده في او نتيجه المباريتين سواء كبار او صغار هيتاهل دور الاربعه. وخلينا اوضح لحضراتكم انه نتائج المرتبط والكبار بتجمع مع بعض، انت يكفيك تفوز بثلاث جولات عشان تتاهل للدور اللي بعد كده، سواء تكسب مباراتين المرتبط ومباراه وحيده من الكبار. يعني ان شاء الله في حاله فوزنا النهارده في مباراه الزمالك هيكفينا بس مباراه المرتبط يوم الجمعه ان شاء الله. يوم الجمعه القادم المباراه مش هتبقى على صاله عبد الرحمن صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر نادي الاهلي بالجزيره، ولكن هتكون في صاله دكتور حسن مصطفى مجمع دكتور حسن مصطفى في 6 من اكتوبر. ده نتيجه طبعا تغيير الارضيه بتاعه الملعب في النادي الاهلي. كابتن هاني شايف المباراه النهارده ازاي؟ وفي جماعه عموميه بس في النادي الاهلي يوم 17 يعني اكيد كمان ممكن ده يكون احد الاسباب. بس عايز اسال حضرتك سؤال يا كابتن هاني، النهارده كل فرقه ليها مفاتيح. نادي الزمالك بيعتمد على بعض اللاعبين اللي ليهم مهارات عاليه جدا، المحترف طبعا النهارده عنده عزب، عنده مجموعه من اللاعبين بتجيد الاختراق والتصويب. النادي الاهلي عنده حلول كتيرة، عنده انسايد وعنده اوتسايد، عنده يعني فاست او كويك ترانزيشن من الدفاع للهجوم. مفاتيح لعب الفرقتين ايه؟ وشايف النهارده مين اللي ممكن يكسب؟ يعني هل اللي يقدر يستغل مفاتيحه ولا اللي يوقف مفاتيح الفرقه الثانيه؟ شوف انا عندي قناعه ان فريق النادي الاهلي هو اقوى فريق موجود في مصر كعناصر كافراد موجودين في ارض الملعب، هم مهاريا اقوى وجسمانيا اقوى. من الصعب انك توقف فريق النادي الاهلي الا اذا كان في عند فريق النادي الاهلي مشاكل. نعم. يعني فريق نادي الزمالك برضو يحسب له ان هو فريق النهارده جديد، بمعنى ان لسه ده اول سيزون بالنسبه له. يعني السيزون اللي فات كان غايب، كان ابتدت عوده نادي الزمالك انه يبتدي يبقى ايه محضر فريق. يحسب للكابتن احمد مرعي طبعا ان هو قدر ان هو يكون فريق يقدر ينافس بيه، انما كعناصر لا، عناصر النادي الاهلي افضل من حيث الارقام، افضل من حيث الاجسام، افضل من حيث المهاره جوه الملعب. اللي يفصل بين الاثنين هي طريقه اللعب. النهارده اللي هيبقى عنده كنترول على الملعب، اللي هيبقى متحكم في ايقاع المباراه، اللي هيبقى ما عندوش عصبيه ومفيش شد وداخل عارف عايز يعمل ايه. انت جاي تكسب، عايز تكسب لازم في ما يبقاش في صربعه، ما يبقاش في استعجال، ما يبقاش في ترنوفرز كتير. الفاول شوتنج بتاعتي اركز فيها. هتلاقي ان يعني لو النادي الاهلي لعب باسلوبه الطبيعي جدا ولعبته لعبت بهدوء، ما كانش فيه صربعه، ما يبقاش فيه ترانزيشن سريع. النهارده ما نبقاش بنجري ورا الكوره طول الوقت. النهارده انت اللي تتحكم في ايقاع المباراه، تسرع تسرع، تبطا. اللي هيمتك مفاتيح اللعب في الموضوع ده النهارده ان انا اعمل كنترول على الجيم. لو عملت كنترول على الجيم النادي الاهلي انا شايف ان فرصه اعلى، لان هو العناصر اللي موجوده فيه نسبيا اعلى. نادي الزمالك عنده طموح، عنده بدايه صفحه جديده، بيحاول يشتغل يثبت نفسه على الدوري المصري والمستوى المحلي. عايز يعني اللعيبه اللي موجودين اغلبهم لعيبه لسه جديده او لسه لعيبه صغيرين ولعيبه جديده، فعايزه تثبت نفسها. عندهم الحماسه، عندهم الروح، بيلعبوا على ملعب نادي الزمالك اول مره السنه دي، فعايزين يكسبوا. فده لازم انت تواجهه بالهدوء وتواجه انك تمتص الحماسه اللي عنده بهدوء وانك تلعب الجيم بشكل منظم. اشكرك يا كابتن هاني. وزي ما في النهارده لقاء ما بين الاهلي والزمالك، في لقاء على الخط على البنش من بره ما بين مستر اجوستي بوش وكابتن احمد مرعي. الفتره اللي فاتت الحقيقه شهدت تفوق يعني بشكل كبير، يعني بنسبه كبيره جدا لمستر اجوستي، سواء يعني من اول ما مستر اجوستي كان موجود مع النادي الاهلي او بالفتره اللي قبليها كان دايما بيبقى في مباريات ثنائيه ما بين مستر اجوستي وكابتن احمد مرعي، ولكن شهد التفوق كبير لمستر اجوستي. كابتن سلعاوي شايف النهارده سيستمر هذا التفوق الواضح لمستر اجوستي في قياده المباريات اللي بيقودها كابتن احمد مرعي سواء كان في الاتحاد او كان في الزمالك، ولا شايف النهارده ممكن الارض والجمهور يعملوا او يكون النهارده مفيش جمهور لان هو طبعا اكتفوا بحضور اعضاء مجلس الاداره من ناحيتين، ولكن شايف النهارده الارض ممكن تفرق او تكون عامل مهم النهارده مع كابتن احمد مرعي في المباراه الخاصه اللي ما بين اجوستي وكابتن احمد مرعي؟ انا رايي الشخصي ان اللي هيفرق في المباراه دي حاجتين. اول حاجه هو من يطبق اسلوب المدرب اللي هيفرضه. المكسب بيرجع لمين اللي يفرض اسلوب لعبه على الثاني، او مين يبقى معاه زمام المباراه او يتحكم فيها، ويقدر يتحكم فيها ازاي؟ عن طريق انه يقلل من اخطائه في التمرير ويستحوذ على ريباوند او لم الكرات ويركز في اللي هو الفاول شوتنج. لكن المباراه الخاصه اللي ما بين غوستي ومرعي اعتقد كان مستر غوستي متفوق، لكن اعتقد ان النهارده ليها حسابات ثانيه، وكل مباراه بيبقى ليها حسابات
ولا مفيش حاجه اسمها اعتماد على الماضي او التاريخ طبعا. في الباسكت، الباسكت مين الموفق النهارده؟ اعتقد اللي هيبقى اكتر توفيقا هو اللي هيقدر يفوز بالمباراه، ونتمنى ان التوفيق يكون لصالح النادي الاهلي. طيب خلينا نستعرض مع الساده المشاهدين تشكيل الفريقين، كابتن هاني كابتن سلعاوي طبعا، لان خلاص انا شايف انها لحظات يمكن اقل من 10 دقائق وتبتدي المباراه. خلينا نبتدي بالنادي الاهلي سواء جهاز فني او لاعبين. اتفضل يا كابتن سلعاوي. الجهاز الفني بيتكون من الاسباني اوجوستي بوش كمدير فني للعام الثاني تقريبا على التوالي، واحمد الجارحي مدرب عام، رامي الدياصي مدرب، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، محمد الشيحي مخطط احمال، هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، نادر خزام اخصائي تغذيه، علاء لطفي محلل تقني، محمد عيسى اخصائي تدليك، حامد الكاس للمهمات. ده كده يا كابتن تشكيل جهاز النادي الاهلي. خلينا نروح للاعبين، يعني برضو مهم جدا نعرف مين اللي جوه التشكيل ومين خارج التشكيل. اتفضل يا كابتن سلعاوي. بيتكون من عمرو زهران رقم فانيليتو دبل زيرو او صفرين، مارك لوينز نمرة 2 وده أمريكي الجنسية المحترف في صفوف النادي الأهلي، إيهاب أمين رقم 4، عمرو الجندي رقم 5، مروان سرحان رقم 6، مؤمن طارق خيري 9، مصطفى كيجو 10، علي وحيد 11، وده ناشئ من 20 علي سنة. وحيد رقم 1 يا كابتن على فكرة، معلش هو هيبقى رقم 1 مش رقم 11 رقم علي واحد. وحيد رقم 1 اتفضل يا كابتن. رقم 1 أحمد مهيب رقم 14، محمد أبو النصر رقم 23، يوسف المعداوي 35، عمر طارق 55، واعتقد النهارده ان عزب غايب عن المباراه، واعتقد ان محمد ابو النصر كمان. لا ابو النصر انا شايفه في التسخين. ابو النصر انا شايفه في التسخين. فهل ابو محمد ابو النصر في التشكيل اهو رقم 23 تمام. طيب خلينا يا كابتن اسمع تعليق حضرتك عن التشكيل، يعني شايف النهارده التشكيل الدنيا كامله عندنا، يعني هو غيابات عمر عزب شايف كده بالرغم ان هاب امين كان اول مشاركه ليه بعد الراحه الاجباريه اللي اداها له كابتن مستر اجوستي، كانت المباراه اللي فاتت كانت اخر مباراه كانت مع اللي فاتت دي على طول، كانت مع القناه على ما اتذكر، وكانت دي اول مشاركه. اعتقد ان الراحه اللي خدها هاب امين كان لازم ياخدها، لان هو بعد دوره العربيه وبعد كاس العالم وكاس العالم من منتخب مصر كمان هو لعبه، كان لازم ياخد راحه اجباريه. ياخد راحه اجباريه، فاول مباراه كانت في قناه السويس في دور 16، وكانت وقدر يؤدي اداء جيد، اداء يعني يرجعه للاذهان تاني. اعتقد الفرقه الاهلي كلها مكتمله، ما ينقصهاش ان عزب، وعزب بقاله فتره غايب يعني، وان هو دلوقتي في الفرقه علي وحيد، وده لاعب من 20 سنه، لاعب ارتكاز جيد، فالفرقه مكتمله وما فيش حد ناقص الحمد لله، ونتمنى التوفيق لهم ان شاء الله. وخلينا اشير ان لعيبه منتخب مصر من النادي الاهلي الحقيقه لعبوا يعني 5 بطولات بخمس سفريات ورا بعض، يعني او يمكن 4، خلينا استعرضها بحضرتك. كاس العالم اللي كان في سنغافوره يا كابتن والفلبين، وبعد كده رجعوا راحوا على بطوله العالم للانديه اللي كانت ايضا في سنغافوره، والبال وبعد كده البال قبلها كان قبل الموسم، انا بتكلم في فتره الصيف الباسكت بول افريكان ليج بعد الموسم تمام الموسم. كان قبلها رواندا اللي هي الباسكت بول افريكان ليج دي كانت برده في الاوف سيزون، فالكلام حضرتك مظبوط، ما خدوش راحه، وبعد كده رجعوا راحوا على البطوله العربيه في الدوحه، وبعد كده راحوا على البحرين السوبر المصري. يعني النهارده الفرقه يعني لعيبه المنتخب مجهده جدا، كان لازم هم خدوا دوري بالزبط. دوري كاس البال كاس العالم انديه، كاس العالم كبار منتخب مصر، بطوله في بطوله عربيه، سوبر المصري، كاس سوبر مصري في البحرين، دوز عالي جدا، ضغط جامد جدا، وكان لازم يريح. كابتن هاني قبل ما نروح للمباراه لازم نستعرض مع الساده المشاهدين جهاز فني نادي الزمالك، وايضا قائمه نادي الزمالك هتخوض المباراه. اتفضل يا كابتن. طيب جهاز فني نادي الزمالك طبعا عندنا كابتن طارق سعيد هو رئيس الجهاز، كابتن طارق طبعا من برضو من اللعيبه القدام في نادي الزمالك، احمد مرعي مدير فني، ياسر ابو هاب مدرب عام، سمير جوده مدرب، مصطفى محسن مدير اداري، رامي العادي اداري، دكتور اسلام جمعه طبيب، دكتور محمد سعيد مخطط احمال، محمد سعد اخصائي تدليك مساج، مصطفى محمود احصائي،
اياد مصطفى محلل فني، محمود جمال مهمات، اسلام جمال مهمات، عندهم ناس كتير. طب اللاعبين يا كابتن نتشوف كده مع حضرتك اسامي اللاعبين. اللعيبه عندنا مهاب ياسر عبد العاطي. مهاب ياسر مش هيلعب، يعني مش عارف هيلعب ولا مش هيلعب. هو بص حضرتك اللي هو اللي متعلم عليهم دول خارج السكواد. اتفضل يا كابتن. الولد ده خساره يعني، الولد ده لعيب كويس يعني، فاصيب باين جاله مهاب. مهاب جاله اصابتين ورا بعض، صليبي رباط صليبي كتير، صليبي في غضروف، انا اسف، صليبي في غضروف، ربنا يشفيه يا رب، نتمنى له الشفاء واضافه قويه لمنتخب مصر طبعا. عزب برضو احمد محمد انور عزب، عمر هشام، حسين محمود، وليد احمد، عبد الجواد علي، احمد ياسر، عبد الرحيم، عبد الوهاب، ادهم حمدي، محمد سري، معاذ، ايمن، مصطفى محمد، ياسين، ياسر، عبد الرحيم، عبد الوهاب، ده الاثنين ولاد ياسر عبد الوهاب. علي مصطفى، محمد حجازي، احمد محمد، محمود اسماعيل، خالد عبد الناصر، ومايو المحترف الامريكي، علي احمد، عمر محمد. اشكرك كابتن هاني. زي ما حضراتكم شايفين لحظات وتنطلق المباراه، نطير لصاله محمد حسن حلمي بمقر نادي الزمالك في ميت عقبه، ومعلقنا الكابتن احمد مناه لننقل لحضراتكم احداث المباراه، مباراه دور الثمانيه الكبار الاهلي والزمالك. فإلى هناك.